او مزاري طرق. مزاري فر الله يبارك. نعم وان شاء الله راح في المساء نزيدو نصوروا وان شاء الله نحسبوا الوقت اللي قعد فيه هذا الفحل هو يطير هذا المال هذا. يطير ما شاء الله ماهوش محبس خونا هكذاك. راس قويه في العراق يجيب نهار كامل عند العراقيين اللي يعرفوا ربوه المختصين يجيب نهار كامل. وحنا رانا مازلنا مبتدئين كأول مرة في سماء الجزائر حنا ندربوا فيه لحد الآن راه يجيب 3 سوايع ونص 4 سوايع. وماذا بينا كل مرة يزيد شوية. السلام عليكم، تحياتنا مشاهدينا الكرام، عدنا لكم من جديد. كما قلنا الطير الأزرق العراقي اللي طلقناه اليوم راه مازال يطير. هاي السمش كانت تمنى لي الصباح الورك راها رجعت ولات هكا. هاوليك السمش وهاوليك الطير العراقي. هاوليك الطير العراقي ومازال يطير. الحقيقة الجو بارد يبغي السماء مسكين يبغي يطير. ما شاء الله انزل الطير الأزرق العراقي. جناحي طايحين عطشان فمه محلول مسكين يطير يطير يجيب ساعات هو في الجو ما يهبرش. هذا هو الطير الأول الطائر الأول أزرق العراقي في الجزائر، أول طير أزرق عراقي في سماء الجزائر، وتقدر تقول في سماء إفريقيا، مازال ما واحد ما طيروا في سماء إفريقيا. أو هنا يبان مليح، أو هنا هاليك، هاليك، ريح ريح ريح، هذا هو، هذا هو الأزرق العراقي الأول. في سماء الجزائر الأول. وتحياتنا لكل متابعينا في قناة الحمام الجزائرية وديما تابعونا إن شاء الله راه فيها جديد. وأي حاجة خلوها لنا في التعليقات، أي استفسار أي معلومات أي حاجة باغيين تعرفوها خلوها لنا في التعليقات وإن شاء الله راحين نجاوبوا عليها. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.